السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفارة من أقدم وسائل الاتصال عند الإنسان، بيستخدمها علشان يعبر عن مشاعره، بيستخدمها علشان وهو بيدندن أغنية، بيستخدمها حتى الشباب بيستخدموها في الحاجات الملتوية وهما بيعكسوا البنات، لكن مش المثير علميا بالنسبة لي. إنما المثير علميا بالنسبة لي هي لغة الصفارة. لغة الصفارة، تعالوا قدام جرين سكرين نتكلم عن الموضوع ده شوية. في شعوب بتستخدم الصفارة كلغة كاملة متكاملة، زي شعوب جزيرة لاجوميرا، ودي جزيرة موجودة في جزر الكناري على حدود المغرب، واللغة اسمها السلبو، و2009 اليونسكو حطها ضمن اللغات اللي هي روائع اللغات الشفهية الإنسانية في العالم كله. والسلبو دي بكل بساطة هي أسباني، لكن بإيه؟ بيكلموها بالصفارة. ومش بس شعوب اللاجوميرا، لا كمان في تركيا، في شمال شرق تركيا تقريبا، في هناك قبيلة أو قرية اسمها الكوشكوي، ودول بيتكلموا لغة اسمها البيرد لانجوج أو لغة الطيور، ودي برضو تركي صرف، قواعد ونحو تركي، لكن بينطقوها بالصفارة. كمان في أفريقيا ناس بتنطق الفرنساوي بالصفارة، وفي شعوب في آسيا نفس النظام. الفكرة بكل بساطة ان هو زمان ما كانش فيه موبايلات وما كانش فيه أدوات توصل المعلومة زي النهاردة، فكانوا بيستخدموا الصفارة من حيث ان هي، لان هم بيبقوا عايشين على جبال وديان ومعرفش ايه، فعشان ايه يوصلوا اللغه لمسافات بعيده، فبدل ما يندهوا ويزعقوا بيستخدموا الصفاره، لان الصفاره بتبقى الفريكونسي بتاعها على الترابط بتاعها عالي، فبالتالي بيوصل لمسافات اعلى، وبيوصل ليهم 5 كيلومتر، بيوصلوا معلومه في 5 كيلومتر. لكن مش ده برضو مثير علميا بالنسبه لي، لان هو اللي يخلي الانسان يحول اللغات لصفار ووحايد زي لغه الكمبيوتر، يخليه يحول لغه كامله بالصفاره. لكن المثير بالنسبة لي هو ان الدكتور جون تركن، وده دكتور تركي عايش في ألمانيا، اكتشف حاجة خطيرة جدا، ان هو لما درس الشعوب او الشعب اللي عايش في تركيا ده وبيكلم لغة الصفارة، وجيت درس مخهم، اكتشف حاجة غريبة جدا، لقى ان المخ بيستقبل وبيستوعب اللغة وبينتج اللغة دي باستخدام الناحيتين من المخ. زي ما احنا عارفين ان المخ بيتقسم ناحيتين، ناحية اليمين وناحية الشمال. الطبيعي زي ما قلنا في حلقة قبل كده، ان الانسان بيستخدم النص الشمال بتاعه في استيعاب اللغه وفي انتاج اللغه، والمنطقه كان اسمها بروكا وورنيكي، وممكن ترجعوا للحلقه دي وتشوفوا التفاصيل على الموضوع ده. لكن هو بيشوف حاجه خطيره جدا، ان اكمن اللغه بتبقى بشكل موسيقي، وبرده معروف ان الناحيه اليمين مسؤوله عن الموسيقى او استيعاب الموسيقى وانتاج الموسيقى، اكتشف ان المخ عشان يفهم اللغه دي او لغات الصفاره وينتجها بيستخدم الناحيتين، مش ناحيه واحده بس زي الطبيعي. واللغات دي عامه خلاص بدات تنقرض النهارده، لان الناس بقت تستخدم الموبايلات عشان خاطر ايه، يتواصلوا مع بعض على مسافات بعيده، ما بقاش محتاجين هم يسفروا لبعض والكلام ده كله، لدرجه ان في تركيا كلها ما بقاش فيها غير 10,000 واحد بس اللي بيتكلم لغه الطيور. وفي جزر اللاجوميرا من كتر ما برضه بدات تنقرض بداوا يعلموها للاطفال في المدارس. وتعالوا نشوف مجموعه الفيديوهات عن المواضيع دي. Vamos a ver, Fátima, tú vas a llamar por Cristian. Dile, levántate y cierra la ventana. Bien, Cristian, contéstale. Bueno, bueno, ya voy para allá. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لنا بقى سبسكرايب على القناه ولايك وشير للفيديو، وما تنساش تشوف حلقتنا اللي فاتت، واشوفكم المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.